أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من حديث أبي ثعلبة أنه يجوز الإقامة والعيش في بلاد أهل الكتاب؟ أنه هل يفهم من حديث أبي ثعلبة أنه يجوز الإقامة والعيش في بلاد أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هذول الذميين بعد ما دخلوا تحت ولاية المسلمين، هذا والله أعلم، لأنهم صاروا ذميين وعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا في الجوف في دومة الجندل أعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم ودفعوا له الجزية، فهم ذميون. نعم.